السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اجازة سعيدة. بتسأل كتير عن رأيي. الكلام اللي معايا ده هنقوله دلوقتي مهم اوي اوي اوي، خليه يوصل للناس كده واعمل شير لعل غيرك يستفيد بيه، ولعل الناس تبقى فاهمة حتى وهي بتشتري عربية تعمل ايه، ازاي تحسب يعني ايه value for money او القيمة مقابل سعر، ويعني عشان تبقى اقتصاديا كده فاهم. انت دلوقتي بتدفع في سلعة تمام تستحق سعرها، ولا تروح مثلا تجيب عقار يحميك زي ما كنت بقولك زمان، مثلا تدخر فلوسك في سلعة ادخارية زي وعاء مثلا، زي معدن نفيس زي الذهب وبتاع. اللي سمعوا كلامي زمان وحطوا فلوسهم في الذهب كسبوا 148%، تمام؟ يعني كسبوا ارقام مهوله يعني، واكتر كمان يعني. فعشان وانت بتشتري عربيه، انت انسان دلوقتي، انت اللي قاعد في بيتك، انت اللي معاك فلوسك. عشان وانت بتشتري عربيه انت معاك فلوسك، معاك مدخراتك، مثلا معاك 1,000,000 جنيه، فتبقى عارف هل العربيه اللي هتروح تحطهم فيها دلوقتي دي قيمه مقابل سعر تستحق ده، او هل توازي التحرك في سعر العمله. في متغيرات اقتصاديه طبعا، محدش يقدر ينكر، اي انسان عاقل ما يقدرش ينكر ان في متغيرات اقتصاديه، بس خلينا كده نكون منطقيين. انت هتسحب 1,000,000 جنيه بتوعك اللي تمتلكهم كلهم، وهتروح يا تحطهم في فيات تيبو، يا تحطهم مثلا ايه الخيارات اللي موجوده قدامك دلوقتي عشان تحافظ فلوسك، يا في شقه مثلا في عقار، او يا في ذهب، ما اعرفش المتوافر امامك يعني. فانت بتحسب هل العقار يستحق، هل العربيه تستحق، هل الذهب يستحق. لا، انا هروح احطهم في فيات تيبو. انت خدت قرار دلوقتي انك انت هتروح تقعد هتاخد المدام والاولاد وتسقفوا وتفرحوا وتروحوا تحطهم في فيات تيبو. طيب تعالى يا سيدي الفاضل كده، ارجع من سنتين لليوتيوب، هتلاقي ليا ريفيو شافوا 500,000، وانا بقول ان فيات تيبو الان قيمه مقابل سعر ممتازه وما تسيبهاش. العربيه دي اول ما نزلت مصر نزلت بسعر خزعبلي كده، ثم التوكيل كان تراجع ما بعتش خالص، ثم التوكيل كان تراجع بعد الزيرو جمارك، اتفاقيه الزيرو جمارك بتاعه مصر وتركيا، ونزلها اعلى فئه ب 280,000 جنيه. ساعتها انا وافقت ان انا اجرب العربيه، وقلت لمصر كلها اشتري العربيه دي. ساعتها لما نيجي نحط ال 280,000 جنيه بقيمة العملة، ساعتها كان الدولار سعره 15.70، تمام، 15.70، وتيجي تلاقي عربية زي العربية فيها روح أوروبية الفيات تيبو، وفيها أمان جيد ب 280,000 جنيه، فقلت لمصر كلها انزل اشتريها، تمام؟ الريفيو موجود واليوتيوب بيحفظ، ما بيخفيش حاجة يعني، تمام؟ وفعلا الريفيو شافوا 500,000، ونزل ناس كتير تشتريها بناء على ترشيحاتي وترشيحات ناس محترمه كتير. تعالى بقى دلوقتي التيبو بمليون جنيه. فتجد انسان يعني بالغ كتير في رمضان مثلا وشبع اسوس كتير. هل انا يا ابني اللي خليتها بمليون جنيه؟ يعني انا مالي؟ هو انا توكيل فيات اللي حطيت لستة اسعار بمليون جنيه؟ طيب تعالى نقصد كده القصة ونشوف، نقصد مقصد محترم وعقلاني، ونشوف هل تستحق فيات تيبو الآن 1,000,000 جنيه؟ تمام؟ اللي كانت بكام؟ امسك معايا كالكليتر لو سمحت، انا بيبقى معايا ناس دايما مصحصحة كده. الكلام ده اعمل له شير لان الكلام ده مهم قوي عشان الناس حتى تتعلم يعني ايه قيمة مقابل سعر. امسك معايا كالكليتر واحسب. وقت ان كان الدولار ب 15.70 كانت الفيات تيبو ب 280,000 جنيه. تمام؟ اهو. النهارده الدولار بقول لك ايه؟ ب 40 جنيه. خد مني دي يا عم. ولا 38 ولا 36 ولا بتاع. احسب الدولار على 40 جنيه. تمام؟ اليوم فيات تيبو لها لستة تسعير رسمية 1,000,000 جنيه، وتوجد عند الموزعين بأوفر برايس 1,100,000 جنيه. 5 أضعاف زيادة. ممكن تحسب لي دولارها محسوب كام لو سمحت؟ علشان تعرف هو ده استثمار بجد. أصل في ناس بتقول إن العربيات استثمار وده تمام ودي أقوى من الذهب والعقار والأسيتس، الحاجات الثابتة اللي لا بتدفع لها فلوس ولا مصاريف تشغيل ولا أي حاجة. لو رحت اشتريت شقة النهاردة خلاص أنت حفظتها لعيالك ولادك، ولا تنضب ولا تستهلك، يعني ملهاش عمر افتراضي. العربية عمرها الافتراضي 10 سنين 15، وهتسلمها لمبادرة الإحلال. الشقة أنت هتسيبها لأولادك. طيب شوف بيقول لك، شوف هي عمرها ما كانت ب 300 وأنا قلت للناس ما تشتروش. ما أنا بقول لك أنت بتهجص يعني، ارجع لليوتيوب بقول لك ب 280 قلت لمصر كلها إن سعرها يستحق. تمام؟ النهارده وهي ب 1,000,000 جنيه احسب لي،
بقى محدش اهو قال لي على الكالكوليتر محسوبه بكام، تمام؟ احسب لي 5 أضعاف زياده دولار العربيه دي محسوب بكام. طيب هو انا توكيل فيت اللي حسبت سعرها كده؟ انا مالي. هو حر بقى، هو اللي حسب سعرها كده، هو اللي حسب الدولار بتاعها خزعبلي، تمام؟ يعني ناس عماله تقول 61 وناس عماله 5 أضعاف. سهله جدا، ال 15 جنيه في 5 اضعاف يعني، تمام؟ 75 جنيه. انا مالي، انا مالي، انا في توكيل في مصر سعر عربيه دولارها كده، انا مالي. انا ايه علاقتي؟ خليه بقى. يبقى اللي قلناه ايه هيحصل؟ يبقى ركود، ركود بس كده، طبيعي يا سيدي الفاضل. ويبقى اللي بيشتريها بمليون جنيه هيحصل له ايه؟ هفهمك حاجه. طب انت عايز تشتريها وعايز تلحق قبل ما تغلى تاني، حقك فلوسك ومالك. لكن العربيه دي وهي ب 280 الف جنيه كان بيشتريها 3000 بني ادم مثلا في الشهر، كانت مبيعات فيها كده. انت عارف دلوقتي من قبل ما تبقى بمليون جنيه ان مبيعات فيها اختفت من لستة اول 10 عربيات مبيعا اساسا، اللي هي الاولى فيهم اساسا باعت 800 عربيه في كود عام. طيب يبقى تقلص اللي قادرين يشتروا العربيه قد ايه؟ تقلصوا 90%. يبقى حضرتك لو اشتريتها وفاكر انها بمليون 100 مثلا، وانت بكره هتبيعها بمليون 300 وانت واد فتك تمام وجامد وعالمي وبتاع، يبقى انت كده هتعمل ايه؟ هتلبس في حيطه. ما هو مين هيرضى ياخدها منك عشان تكسب؟ ما انت شاريها بمليون 100 عشان تكسب كويس وتحفظ مالك من التضخم. يعني عايز تكسب لك بتاع حوالي 10% بالميت، ودول مش هيحفظوك من التضخم خالص، مش تعمل بيهم حاجه، تمام؟ هتحط لك 200,000 جنيه عليها بقى. هل في حد هيعبرك؟ هل في حد هيستجيب لك؟ هل في حد هيجي يشتري منك فيها تيبو بمليون 300؟ هل هذا هو الاستثمار الجيد؟ يعني تمام؟ أنا مالي بقى. يعني فالقصة كده، الدولار يا جماعة محسوب ب 56، محسوب ب 60، محسوب ب 70. طيب محسوب ب 40؟ أكتر من السوق السوداء حتى؟ أكتر من البلاك ماركت بالسوق الموازي؟ ولا حد هاوب ناحية ده؟ محسوب حتى ب 41، 42، 43، 44؟ بيقول لك بتحوط، بحفظ أموالي. طب زود 3 جنيه، 4 جنيه على الدولار، تحوط يا أخي، تحوط. إنما تتحوط ب 20، 30 جنيه؟ هو هيجيب لك منين؟ هيجيب لك منين المواطن ده يعني؟ يعني أنت فاهمني؟ فأنا أنا مالي. روح بقى انتقد التوكيل ده او غيره او غيره او غيره، يعني انت فاهمني؟ هي لما كانت سكودا كودياك ب 820 الف جنيه وانا جربت العربيه دي وقلت لمصر كلها قيمه مقابل سعر تستحق، تمام؟ ممتازه، 7 سيتس ممتازه، عربيه 4×4، عربية لما جربناها كان أداءها كويس قوي، كان ساعتها الدولار ب 15.70، النهارده ب 2,850,000. ما تحسب لي دولارها يا ريس. هو أنا اللي وقفت حالها عند التجار اللي حطيتها ومعلقين عليها 2,850,000؟ 2,850,000 يا راجل يا طيب يا مؤمن، من 820 ل 2,850,000، 2 مليون جنيه زيادة ليه يا جماعه؟ ليه؟ انا محاسبك سوق سودا اهو، ما تكلمنيش، انا جاي لك معاك، جايب معاك من الاخر عشان ايه؟ نسد المنافذ على بعض. ما بجيبش خالص سيره الدولار ب 31 جنيه. بقول لك ب 40 يا ريس، خش في ببيعه يا اهو يا انا لا ببيع ولا بتاع، ماليش دعوه. بقول لك انت جايبه ب 40 يا جدع، تمام؟ مش ب 36 ولا ب 38 ولا بتاع. 2 مليون جنيه زياده يا راجل، واخد فيها 3.5 عربيات. ايه؟ 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 اه؟ ويجي مواطن طيب فاكر ان انا مثلا بتأثر بكلمة ضيعت الناس يا خاين. ليه يا اخويا يعني؟ تاجر عربيات انا؟ باكل منك 2 مليون جنيه فجأة كده من أموالك ومدخراتك؟ موقف العربيات تحت بيتي وجيت تشتري مني تيبو مثلا يا اخي بعد التعويم ب 600، قلت لك لا بمليون،
مال انا يا عم ده؟ انا راجل بس كل علتي ان عندي ضمير، ما اقدرش اقول لك روح اشتري سبورتاج ب2 مليون 100 قبل ما تبقى ب3 مليون، رغم ان انا ما يكون عندي في فيتي سبورتاج وتوسان، ولسه بقول وهفضل اقول قسما بالله احنا لو في ظروف طبيعيه العربيات دي 750 الف جنيه، يعني ها هقول لك في 30 زياده، هي ما تسواش غير اللي دفعته فيها لما كنت حاجزها 715، والتانيه زي ما كنت حاجزها قسما بالله. هو يا عم انا مش هخالف ضميري، انا ما انت مش هتقف معايا قدام ربنا، قول زي ما تقول، احنا بشر كلنا بنخطئ، اللي بيكلمك ده نفسه بيخطئ، بس كل منا مسؤول عن كلامه، فلما ربنا يقول لي يا خايبي يا راجل يا اللي عامل نفسك بتتقي الله، كانت فولكس باجن تجوان بترشحها للناس ب 560 وب 620 وتقول لهم قيمه مقابل سعر، جاي تقول لهم وهي ب 2 مليون 300 قيمه مقابل سعر، هقول لربنا ايه يعني؟ هبقى اجيبك انت؟ اقول له معلش يا رب بس الراجل الحزنبولي ده قال لي ان منك لله ما خلتنيش اشتريها ب 2 مليون 300 قبل ما تبقى ب 2 مليون 500. يا عم اشتري انت حر، ده مالك وانت المسؤول عنه، حد ماسكك؟ ما تلحقها، ما هي موجوده في المعارض اهي، انا ماسكك، لكن ما تسواش قولا واحدا، انا هخاف منك؟ احنا بنخاف من اللي خلقنا، اللي خلقنا هو اللي موجود وهو اللي فوق وهو اللي شايفنا وهو اللي هيحاسبنا، تمام؟ يجي بقى ناس يقول لك محمود خايب اصله جاب السانج يانج، اصله جاب الهوندا السي ار في، اصله جاب للناس كيا كي 8 وقال لهم بصوا، اصله جاب للناس الكيا الكي 3 جراند سيراتو الكوري وجربها لهم وقال لهم الحق، اصله ايوه طبعا انا بوريك. بص انا لا قلت لك اشتري سانج يانج، طلع كلمه في بوست او في فيديو بقول لك اشتري زي سانج يانج، وانا يا عم ابقى محقوق دلوقتي، هقفل الصفحه دي، طلع فيديو بقول لك اشتري سي ار في، تمام؟ انا بوريك انت بيضحك عليك قد ايه يا راجل يا طيب. لما يبقى شويه مستوردين تجار ما يملكوش ربع المال اللي يمتلكه توكيل مثلا، ولا عندهم اعفاءات جمركيه زيه، عربياتهم زيرو جمارك وارد اوروبا، ولا يمتلكوا الديل اللي بينهم وبين توكيل والكونتراكت اللي بينهم وبين توكيل اللي بناء عليه بياخد بونص اخر السنه وبياخد خصم عن السعر الرسمي اللي موجود جوه السوق الاوروبي للمستهلك الاخير، بياخد خصم 15% مقابل الكميات اللي بياخدها، عقد وكاله او موزع في دوله ما، الناس اللي فاهمه هتبقى فاهمه كلام. يجي مستورد بطوله يقوم جايب عربيه فيها كل الكوليجن اسيست، فيها 10 اير باجز كامله مكمله بتفتح لوحدها وتقفل لوحدها وتمشي لوحدها وبتقول بابا وماما، تمام؟ نسخه دفع كلي ودفع رباعي وهنا يقوم جايبها ارخص من الفئه الاقل منها النسخه الوكيل المصري. يا اخي انا بوريك، انا ما قلتلكش اشتري استيراد، انت انا مالي ما تشتريش خالص، يعني انا مالي انت، تمام؟ بوريك بنورك، بنور ليه انت مستهلك حابب تتغمى عينك يا راجل؟ ده انا كل ما اجيب سيره العربيه اللي انا استويتها اقول لك اوعى تشتريها خالص، مالكش دعوه بيا، انت حر لك خيارك، انا يا عم راجل قادر وقادر اجيب لها قطع غيارها وقادر استنى التوكيل المصري لحد ما ينزلها هنا، شغلش بالك بيا، تمام؟ ده لكن بوريك، بوريك جبت لك جراند سيراتو كيا كي 3 كوريه، وقت ما كنت بجربها كان سعرها لما جبته لك بيبدا من 700 لحد 900. انت عارف العربيه كان فيها ايه؟ 8 اير باجز، لين كيب اسيست، بلايند سبوت، شاحن وايرلس، فرش جملي وتابلو جملي، كراسي كهرباء، ميموريز. ايه ده؟ انت عمرك سمعت عن الكلام ده في الجراند سيراتو يا راجل يا طيب؟ كوليجن اسيست كامل، امرجنسي سيفتي بريك، تحزيم من صدام خلفي وامامي وتدخل، تعرف على المشاه. انت عمرك شفت ده في كيا جراند سيراتو؟ قلت لك انا روح اشتريها، اجري اشتريها، انا مالي؟ ما انت بتتفرج، عجبتك هتشتريها، ما عجبتكش هتقفل خالص وتقول يا عم ايه ده؟ دي عربيه وحشه. لكن بوريك انت بيضحك عليك قد ايه؟ يجي هنا يبيع لك الكورولا بمليون ونص يا راجل يا طيب؟ ويجي في الاخر يقول لك
انت مش عارف ايه، انت فاكر ان انا باكل من الكلام ده يعني؟ او يعني يا اخويا لما تدخل تقول لي انا يا عم روح حاسب على اللي بيسوقوك، روح حاسب على اللي بيحاسبوك على بقى. اوعى يا راجل، ده في مشكله كبيره جدا يا جماعه. احنا ماسكين في تجار الذهب وعمالين نقول مسعرين دولار ب 44، انا مديك اسعار دلوقتي، امسك انت الكالكوليتر وسعر. سعر سعر يا راجل يا طيب، فكر تشغل عقلك قبل ما تكتب كومنت، واكتب بعد كده تمام. سعر عربيه كانت ب 600,000 جنيه بقت ب 2,300,000، اين عقلك؟ هو حد انكر خالص الازمه الاقتصاديه؟ موجوده ولابسين، ويعني ربنا يستر بس علينا من الحروب اللي جنبنا والكلام ده، ربنا يعديه على خير. حد انكر؟ ماشي، الجنيه كان ب 15.70، بكام النهارده؟ عايزه ب 40؟ ب 40 يا عم، بفت اهو من عندي ب 40 يا راجل. يحطوا عربيه ب 600,000 ب 2,300,000، عربيه كانت ب 800,000 يحطوا فيها 2 مليون. ما تصعب، انت دماغك فين؟ انت عقلك فين؟ عربيه كانت ب 280,000 فيها تيبو، جاي تمسك فيا انا؟ ليه يا ابني؟ هو انا محمود خيري فيات؟ انا وكيل فيات؟ انا مالي؟ او انا اللي منزل لك لسته وهميه؟ واقول لك حاجه، مش منزل لك لسته بمليون؟ طب موافق، عايز اشتري من حضرتك يا عمو لو سمحت. انا 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 يا عم انا راجل بطير الفلوس، انا هجيب تيبو بمليون. ممكن اجي استلم من حضرتك بكره؟ ما عنديش، ما عنديش. عشان تروح تاخدها ويقول لك فيلم حمايه ويحط لك فوقيها 100 150. فيلم حمايه بيعملوا حمايه للاكسدامات والفوانيس تمام ب 100,000 جنيه. اي حاجه كده عشان قصه الاوفر برايس يعني يخلعوا من قانون حمايه المستهلك تمام. انا مالي يا ابني؟ انا مالي يا ابني؟ انا مالي؟ انا مالي؟ جاي دلوقتي اقول ما قلتش حاجه؟ ما قلتش ايه يا ابني؟ لا قلت وهقول وهقول. اوعى تشتري بالاسعار دي، استورد او هات مستعمل او هات كهربا. انت مين يا ابني انت؟ اللي هتحاسبني؟ هقول وهقول وهقول. اوعى، دور على عربيه مستعمل بسعر منطقي، هات عربيه كهرباء تحميك من مصاريف التشغيل. هما فالحين بس يقولوا لك الحق يا ريس التيبو بقت بمليون، لكن ما بيقولكش ان صيانه التيبو اللي كانت ب 2,800 زادت 3 اضعاف. يعني لو موتم بسيط كل مدخراته المليون جنيه قسما بالله يركنها، مش عارف يعمل صيانتها تمام. ما بيقولكش خالص، ما بيقولكش ان التيل اللي كان ب 1,800 جنيه في التوسان بقى ب 10. هل تعلم ان التيل الخلفي هيونداي توسان ب 10,000 جنيه اللي كان ب 1,800 جنيه؟ ايه ده يا عم ده؟ كام ضعف ده؟ انا الحسابات ضربت، الحسابات ضربت والله 6 اضعاف. ما بيقولكش حاجه خالص. هو هيقولك ليه يا عم؟ ما تلبس يا زبون، روح اشتري، ما تشتري، ما تشتري. انا ماسكك وقلت مليون مره، من يمتلك هو مش قاعد اساسا وعايز يشتري عربيه، هو مش قاعد اساسا لا يتفرج عليا ولا يتفرج على غيره، هينزل يشتري النهارده قبل بكره؟ هو حر، هو شايف ان هذا هو المصرف الجيد لامواله تمام. لكن المواطن الغلبان اللي بيروح يدين، اللي بيعمل قرض، اللي هو انا بشتغل في العربيات المفروض اروج لقروض البنوك على السيارات عشان حضرتك تروح تلبس وتشتري عربيه بقرض، فتجيلي وتفرح تعمل لها فيلم حمايه تحميها، ما انت مديون بقى. بقول لك اوعى تدين، انت زاد عليك ايه يا راجل يا طيب؟ انت زاد عليك ايه؟ دخلك اللي كنت بتاخده زاد عليه حاجه؟ فرايح تدين ليه؟ وثيقه التامين اللي كانت ب 5,000 جنيه بقت ب 20، القسط اللي كان ب 3 بقى ب 10، الصيانه اللي كانت ب 1,800 بقت ب، اخبي كل ده عشان انا ابقى راجل مثلا عندي مشروع خدمي للسيارات؟ افرح انك لبست يا اخي، ربنا هيحاسبنا في الاخر يا اخي. لا انت اللي بتاكلني ولا بتشربني ولا اللي بيلومني ولا اللي بيدي، ما حدش ليه عندي حاجه، الرزق من عند الله، انا مش همد ايدي في جيب حد واخده بالعافيه تمام. لكن لو شفت كلمه ضمير في مجال انا اعلم بخبايا الامور فيه، لازم اقول لك، لازم اقول لك تمام. يجي بقى يقول لك اللي حصل واللي ما حصلش ولا حاجه.
هي بلومبرج دي بتهرج، دي محمود خيري، هي جي بي مورجان، هو جولدمان ساكس، هم دول مؤسسات اقتصادية عالمية، مؤسسات وضعت للتقييم، ومجلات عالمية اقتصادية وبنوك عالمية وبتاع. هم دول كانوا بيهرجوا لما قالوا من 4 شهور قبل الأحداث اللي متلخبطة دي، الجنيه المصري متسعر بأقل من قيمته، الجنيه المصري يعني أخره يبقى تعويمه 23 جنيه. هو مين يعلم أين ستؤول الأمور؟ والوضع مرشح لتعقيد أكبر، الله أعلم، إيش عرفنا يعني؟ ويمكن من بكرة تفرج من عند الله. نحن لا نعلم الغيبيات لكن نحكم على ما في أيدينا. وأكبر مثال لما كانت الفيات تيبو في إيدي ب 280 ألف جنيه مقارنة بسعر دولار 15.70، قلت لك اوعى تسيبها انزل اشتريها حالا. لما النهارده الفيات تيبو مقارنة بسعر دولار حتى لو سوق سودا بمليون، بقول لك لا، مش هخالف ضميري، شراها ده قرارك انت، لكن ماليش دعوه، لا ما تستحقش، بس كده. بدل ما تقول لي شكرا، شكرا ان في حد لسه يمتلك ضمير بيفكر من الناس، رغم انه هيتكسب لو مصر كلها نزلت حطت ملايين في تيبو. يعني حاجه غريبه جدا يا اخي يا اخي. فلنفترض كده ان انا الصوت الوحيد اللي واقف ده، ومتحمل سخافات وتطاول وهجوم تجار وشوية عالم أنا آسف لو قابلتها في الشارع، يعني هو أساسا أنت مش يعني مين ده؟ ربنا يصلح حاله، تمام؟ هو لو مش أنا الصوت الوحيد اللي لسه بيقاوم لك، اللي لسه بيتكلم لك عن مصاريف تشغيل، وبيتكلم لك عن إيه فحش التسعير ده حتى لو في أزمة اقتصادية، يا جماعة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو لو مش أنا اللي لسه بقدم لك بدايل واروح للمستورد الفلاني اقول له النبي هات العربيه الفلانيه دي، واقعد احسب معاه عشان خاطري، وما تعليش سعر بس اصبر، ولو حصل تعويم يا سيدي بقى عون بس اصبر دلوقتي، علي بس اصبر دلوقتي. هو لو مش انا اللي بدور لك، هو لو مش انا اللي بروح اجيب لك عربيات كهرباء واقعد اقول لك ده العربيات دي ما بتصرفش، الكهرباء هي المستقبل وهي جايه، هو لو مش انا اللي بطبق لك امثله على نفسي واروح اشتري مستعمل واقول لك بص جبنا لبنت اختي اوبل ب 550 الف جنيه احسن 100 مره من نيسان صني ب 550 الف جنيه، تمام؟ هو لو مش انا اللي بديك امثله وبتكلم يا اخي، لو انا حتى صوت مضلل زي باقي المضللين كان زمانك متباع، مفيش حد حاسس بيك، كان زمانك بتنزل لا مؤاخذه يعني وتروح. يا اخي يا اخي انا مستفيد ايه يا اخي؟ هو الناس لو ما اشتريتش عربيات انا بستفيد يعني؟ التوكيلات بتكلمني تقول لي انت شاطر كده محمود بتخليهم ما يشتروش عربيات، ايه الماركتنج ده جامد يعني؟ بستفيد بيجي المكاني دخل، رزقي مكاني مثلا دخل، حاجة غريبة قوي، حاجة عجيبة قوي. طيب هيجي يقول لك انت قلت للناس ما تشتريش والدولار ب21 والدولار ب23، هرد عليك في كل حاجة. مين ده اللي قال الناس ما تشتريش والدولار بواحد؟ احنا بس المستهلك المصري ده ذاكرته سمكية وقادر الصوت المضلل ينشر في دماغه اي حاجة، الناس بتنسى. طيبة هو مين يا ابني اللي كان مرشح كيا اكسيد؟ روح احجزها، روح احجز هيونداي توسان، روح احجز تويوتا كرولا من التوكيل، روح احجز تويوتا بيلتا من التوكيل زي الفل. هو مين اللي قال للناس روح احجز نيسان قشقاي من التوكيل؟ اوعى تسيب السبورتاج ب 700 وبتبتدي من 600، اوعى تسيب مش احجز ليون، احجز سكودا اوكتافيا تستحق. هو انت ما تعرفش ازمه الحاجزين مع التوكيلات والضرب وقله القيمه وحبس الناس في الفروع؟ هو انا اللي قلت لتوكيلات مصريه اسماء احجزوا للناس وما تسلمهمش؟ هو انا اللي قلت للناس فاتحه برانس واسماء اقفل عنداس الحمامات؟ انا مالي يا ابني؟ ما انا كنت بقول للناس احجزوا، لكن هفضل طول عمري اقاوم ممارسه بطله اتاوه بلطجه اسمها الاوفر برايس، هي السبب في اللي احنا فيه دلوقتي ده، وكل اللي انتهجها وقبلها هو السبب ان الناس بتتسكي على قفاها دلوقتي. انت لما قبلت انك تشتري زمان توسام ب 300 الف جنيه اوفر برايس وقلت اصل هيبقى مليون، انت بررت انه يبقى مليون الاوفر برايس بتاعها، انت ظلمت غيرك، انت اللي هتتحاسب مش انا. انا راجل فضلت طول عمري 9 سنين تاريخ بتكلم في السيارات اقول اوعى الاوفر برايس ايا كان وحصل ايه. انا بقى التوكيلات اللي قفلت عند ناس الحمامات، انا التوكيلات اللي ضربت الناس،
انا التوكيلات اللي قالت للناس مالكوش عندي حجوزات اخبط راسك في الحيط، انا مالي؟ تمام. انا كنت بقول ايه للناس؟ السياره دي قيمه مقابل سعر السعر. انا التوكيلات اللي اعلنت اسعار وهميه ودت عربياتها باوفر برايس الموزعين، انا مالي يا ابني؟ ما تمسك فيهم يا ابني، ما تمسك فيهم. ده انا اكتر واحد رشحت عربيات في مصر، دي مصر كلها ركبت ستوين سي 5 على ترشيحاتي، مصر كلها ركبت فيها تيبو على ترشيحاتي. الكورولا لما كانت ب 315000 جنيه انا قلت لها حمله ترشيحات. رينو ميجان لما كانت ب 380000 جنيه قسما بالله رحت اشتريتها مع اني مش محتاجها، وبعتها بعد شهرين عشان اقول للناس قيمه مقابل سعر وانا جبتها لنفسي. اعمل ايه اكتر من كده يعني؟ توسان اوعى تسيبها وهي ب 460، اول مره تنزل بامان كويس معقول يعني على اللي بنشوفه. 6 اير باجز. كاس بوتاج ممتازه وهي ب 700. سكودا اوكتافيا اوعى تسيبها، تستحق طوابير الحجز. سيات ليون ممتازه ب 400000 جنيه. ده انا رشحت عربيات مصر كلها. عربيات فولفو دي اس، دي اس انا اللي عملت لها اسم في مصر. وخدتها وسافرت بيها ورحت وجيت وطلعت بيها العالمين عشان اقول لك يا اخي بقى بص الحاجه نظيفه ولطيفه وبتاع. انت بتعمل ايه يا عم؟ بتعمل ايه؟ هو انا اللي ما رشحتش؟ لا انا رشحت، لكن انا التوكيلات اللي كلت فلوس الناس وقالت لهم مالكوش عندي حجوزات، وانا مالي يا سيدي الفاضل؟ التوكيلات هي اللي منعت الناس تشتري في بدايه الازمه مش انا. تمام؟ بس كده. فعشان كده كل الاشكال دي بلوكات على طول. انت فاكر ان انا بتاثر بقى وبتاع؟ اقعد اكشف راسك من هنا للصبح. تمام؟ اقعد اكشف، البس طرحه واكشف راسك وروح الحسين ادعي عليا. هل دعوه المضل المستجابه؟ يا عم ادعي. اقول لك عنواني وتيجي تقف تحت البيت وتدعي؟ ادعي. انا هو انا اساسا هو انا انسان مش متعلم؟ ما اعرفش افك الخط يعني؟ ما قريتش في ديني؟ مش فاهم؟ ما هتدعي يا عم براحتك، مش فارق معايا، بضحك. تمام؟ وبديك بلوك عشان ما تشوشرش على الناس المحترمين اللي عايزين ياخدوا معلومه، يشوفوا تجربه عربيه، يعرفوا ايه الجديد في السوق، الكلام ده. ادعي براحتك. سايب اللي سبقك ونهبك خمس اضعاف وجاي تدعي عليا؟ يبقى انت يا مغرض يا حزنبل بقى يعني. تمام؟ ما انت بقى هتشتغلني؟ مين قال لك ان انا طايق؟ هو انا عشان راجل عندي قيم يبقى انا ساذج وباخد على قفايا؟ لا سوري يعني، احنا اولاد ناس بس بنفهم يعني. تمام؟ بس كده. فاعمل اللي انت عايزه من هنا للصبح. انا عامل لك اللايف ده علشان اقول لك ادعي، ولو لقيتك واقف في الشارع بتدعي عليا هاجي اقف معاك واقول امين يا رب يا رب استجيب بقى ده. تمام؟ يلا يا جماعه، معاكم الكالكليتر، احسب بقى، امسكهم واحده واحده كده واحسب. انا لن اغير رايي. اللي معاه فلوس وعايز يشتري انت حر في مالك. محمود خير يا حبيبي مش مفتي السيارات المصريه، مش هديك رخصه، انزل اشتري، انا مالي؟ انا راجل بقول العربيات دي ما تسواش قيمتها دلوقتي. هل سكت؟ لا، انا راجل طول عمري بتاع حلول، اوجدت بدائل. تمام؟ الاستيراد فرجتك عليه، مبادره المغتربين اكتر واحد سعى فيها واتمرمط فيها والله. تمام؟ السيارات المستعمله، السيارات الكهربائيه. مش مقتنع؟ انزل اشتري. انا هو اللي بيشتري يا جماعه كياس بوتاج مثلا ب 2 مليون جنيه منزل اجي وقف في الشارع بقول له مبروك والله؟ بيجي يقول لي عايز اعمل فيلم حمايه بقول له اهلا وسهلا مبروك، ربنا يبارك لك. ماشي تمام يا باشا، ربنا يبارك لك في فلوسك. عادي. يلا سلام عليكم. شكرا. سلام عليكم.